ورقة فاسكة إزران أمزار تارية إزرافن بني مشكورة بوبنار وبني محمد. ثماني الدواوير تقع بالمنتزه الوطني تل سلطان بإقليم الشفشاون. الوصول إليها في ظل برودة الطقس محفوف بالمخاطر، خصوصا والثلوج تزيد من خطورة المسالك الجبلية الوعرة. أمل الشاون قيادة طلمبوت فيها 15 دوار، كل دوار فيه 120 دار. 20 يوم ما سمنا من خرجوا، ما سمنا من دخلوا، واحنا مسيبين بنساب الرجال في الجبل. جبل طلسمطان كل ما كا 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 جبل إفران، وهذا الناس كيعاني وخصم يعني مساعدة، عدم الطرق، الثلوج والبعد، المركز راه بعيد عليهم. وصولنا إلى دوار أفسكا لم يكن بالأمر السهل، فبعد أكثر من ساعتين ذهبت في محاولة إعادة السيارة التي كانت تقلنا إلى طريقها الذي زاغت عنه. استغرقت الرحلة 4 ساعات لنصل إلى سكنة الدوار من أجل نقل معاناتهم اليومية مع طقس بارد. شوف الحطاب عندهم معاناة باش نجيبوه، برد بزاف، كان نضطر نبقاو هنا سيمانة ولا جوج كتار، بما أن الطريق مغلوقة ولا بغينا حتى نمشيو كنخاطرو براسنا. الدراري باش يقراو المدرسة وديك الشي ما كايناش، عندنا يعني بزاف ديال المشاكل، خصوصا النساء كيعانيو بزاف 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 مع الحطب. دابا خصنا نص نهار باش نوصلو للشاون، مدينة الشاون، خصنا ندورو على لا بارك ناسيونال وندورو بتازا عاد نوصلو للشاون. تقريبا 50 كيلومتر ديال الطريق لو كاملة، اختار من النص الكبير كاملة بيس. هي إذن صورة واضحة لحياة قاسية قسوة الطقس تعيشها ساكنة الدواوير النائية التابعة لإقليم شفشاون في كل فصل الشتاء، وخصوصا في هذه الأثناء مع موجة برد استثنائية.